المتقي لله عز وجل قليل الذنوب، وإذا وقع في الذنوب تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله قادر على أخذه وهو مقيم على ذنبه. ومن مات على شيء بعث عليه وتذكر عظمة الله وأن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله يعلم مكانه، وتذكر أنه سيقف بين يدي الله في يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتذكر أنه سيقف بين يدي الله في يوم تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق مقدار ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاماء. يتذكر وهو اليوم قادر على المعصية أنه سيقف غدا بين يدي الله وأن الله سيكلمه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يتذكر كل هذا فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويتوب توبة صادقة من الذنب إن زلت القدم، وإلا فهو هاجر للمعصية تارك لها، فإن زلت القدم كان ماحيا لها بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى.